الدرعية موطن البطولة والذكريات، ما تزال آثارها تحكي قصة الكفاح من أجل استعادة أمجاد الآباء. وفي يوم مشهود قام عبد العزيز لاستعادة ملك آبائه وأجداده، فكان يوم الرياض العظيم. اسم جديد يأخذ مكانه على خريطة الشرق الأوسط، مملكة جديدة عربية مسلمة في جوهرها، سواء من حيث المظهر أو التفكير، على نمط يختلف عن نمط القصور الشبيهة بالقلاع. بنت الطبقة المثيرة من تجار مدينة جدة بيوتها الفاخرة. أدت حالة الاستقرار السياسي في البلاد إلى تنشيط التجارة وترويجها. لقد أصبح أصحاب الحرف من العرب وغيرهم يعنون بفنون الزخرفة والتزيين بدل التقوية والتحصين. ومع ذلك فهذا الأسلوب يرمز إلى نمط التفكير السائد في ذلك الوقت، التفكير المنغلق في وجه التغيرات العنيفة التي جاءت مع القرن العشرين. إنما بدأه الملك عبد العزيز آل سعود بالسيف، تعمل الحكومة الآن على نشره وتطويره بالآلة. البيوت القديمة جميلة، أما المباني الحديثة فتدل على ارتفاع مستوى المعيشة بسرعة واضطراد. إن هذه النهضة تسير ضمن مخطط دقيق لتنظيم المدن يتمشى ومقتضيات المصلحة العامة. ومن أجل ذلك تم تأليف مجلس أعلى للتخطيط يشرف على برامج التنمية في المملكة. هذه دلائل التطور والتقدم، إنها تستأثر باهتمام الزائر وهو في الجو حين يقع بصره على مدينة ازدادت مساحتها وترامت أطرافها. إلا أن الحكومة لا تعنى بالمدن الجديدة فحسب، وإنما تهتم كذلك بالمناطق الشاسعة النائية حيث يعيش 3/4 السكان حياة زراعية هادئة. إن مراكز التنمية الاجتماعية إن هي إلا مثال مصغر للمخططات طويلة الأجل التي يرسمها مجلس الوزراء بتوجيه من جلالة الملك فيصل المعظم. إن هدف الحكومة هو تنمية المناطق الريفية لتوفر لها الاكتفاء الذاتي، ولتحول بالتالي دون نزوح السكان إلى المدن والحواضر على غير هدى. يتسم المنهاج دائما بروح ودية، الأفكار الجديدة لتحسين الزراعة يسجيها المرشدون الزراعيون بأنات وصبر. إن الفلاح الصغير يتقبل الفكرة الجديدة عندما يلمس نتائجها، تغييرات بسيطة ولكنها بعيدة الأثر بالنسبة لأناس لم يسبق لهم أن رأوا الإنجازات الزراعية الضخمة التي تحققت في مناطق أخرى من بلادهم. ومع ذلك فإن الحكومة الصالحة لا تفرض التطور فرضا على شعب محافظ، فمشروع التنمية الاجتماعية ينبثق من الناس أنفسهم. في هذه الاجتماعات الشعبية التي يعقدها ممثلون منتخبون، يشعر القرويون أنهم هم المسؤولون الفعليون عن المشروع، وهم في اجتماعاتهم يسدون النصيحة ويوجهون النقد. ومن مظاهر التطور في المفاهيم ترحيب الأزواج القرويين بالقابلات وبما يقدمنه من خدمات لزوجاتهم قبل الولادة. إن انتشار استعمال التطعيم في كل أنحاء المملكة خطوة أخرى على درب التقدم، فهذا الوجه النضر لن يعبث به الجدري بعد الآن. المستوصف الصحي فكرة جديدة على القرية. للمرة الأولى هنا يوجد مكان يأمه الناس ابتغاء المشورة الطبية، يقوم بالتشخيص أطباء مؤهلون أكفاء. للمرة الأولى تحفظ سجلات خاصة بكل مريض تتضمن تاريخ الأسرة الطبي الذي يدون بمساعدة المرشدات الصحيات. إنها انطلاقة جبارة بعيدة المدى من مستوصف القرية الصغير إلى مستشفى الشميس المجانية بالرياض.
ولكن خطة التنظيم تسير نحو اللامركزية من أجل خلق جمعيات اقتصادية لها خدماتها ومستشفياتها المستقلة في شتى الأماكن النائية من المملكة. إن ميزانية الخدمات الصحية لعام 1965 تربو على 117 مليون و395 ألف ريال، 43 مستشفى، 400 طبيب، 350 ممرضة، ولكن الحكومة تهدف إلى تدريب أكبر عدد من السعوديين في جميع مجالات الخدمة العامة. إنجازات في طريقها إلى التنفيذ، من التمرس في مجالات الخدمة الصحية إلى التدريب على أسس الإدارة العامة، عمل دائب ومستمر في المملكة العربية السعودية.